لا بصي، هي الحياة يعني حياتي الفنية بدأت عشان احنا عيلة فنية كده جميلة، طبعا خاله الفنان شفيق جلال ومامتي طبعا. سعيدة جلال، فتلاقي الجينات كانت بدأ صغير قوي، فبدأت من أولى معهد. يعني قررت ان انا اخش المعهد، فأنا عندي تقريبا 16 سنة حاجة كده، فقررت وقلت عايزة اخش المعهد وامثل، فبدأت ادخل. يعني انت مكرره من زمان انا داخله يا جماعه المعهد انت عارفه عايزه ايه. جدا. اه فالجينات كده بتبدأ طبعا. تشتغل، فقررت ان انا مش عايزه حد يبقى واسطه ما بيني وما بين الناس، عايزه انا ابقى اشوف الناس هتحبني ولا مش هتحبني، ايه اللي هيحصل يعني. فتمام، اول ما دخلت المعهد بدات اشتغل، والعجله مشيت بقى. يعني كنت الاول طبعا بحاول ان انا امي تساعدني وبتاع، بس انا يمكن عشان متربيه في الوسط فعارفه يمكن ثلاث ارباعهم يعني، بس كان لازم تساعدني، يعني كان طبعا لازم يحصل الزقه، اول بوش دي. بالظبط. فكنت قد ايه مبسوطه بقى انا ما بعد كنتش كده بقى خايفه من كمان. الكاميرا بقى في البدايه ولا انت عشان عيله قالك بقى كنت فعلا بمثل فنيه؟ بقفايا. اللي يعني هو طب يا جماعه خلاص انا كان الكاميرا. عندي معاناه، كانت الناس يقولوا لي الاضاءه خدي، فاهمه كده، لغايه لما شويه بشويه بدات افهم خلاص. بقى واتعلم. اه